احلى شيء بالعراقي استخدام للكمامه استخدام يختلف عن كل العالم. والحلو بالعراقي من يرتاح لك ينزع الكمامه ودق سوالف عبالك يعرفك صار 20 سنه. ومن ما يسمعك زين ينزع الكمامه ويتقرب عليك، ليش؟ ما ادري. ومو بس هاي، من يريد يفتح اكياس اللايلون ينزع الكمامه ويبلل ايده ويفتح الكيس، شغلته متعب، سدية وذي المستشفى. مو بس هاي، العبر من يصعد يوم التاكسي، يذبها للكمامه ودق سوالف، منا لحد ما يشرجها من البنزين، تقول ابن عم الفلاح. فلاح منو؟ أهل العراقيين ناسنا وأخواتنا الموجودين، الكمامة هي المصدر الوحيد لحماية نفسك من هذا الفيروس اللعين، فخلونا نستخدمها بلطف. الله يبعد عنا وعنكم شر الأمراض. احنا نحكي.